بسم الله. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي جاء هذه السنة تحت شعار السياحة والسلم، ارتأينا على مستوى ولاية المدية وتحت إشراف السيد الوالي المحترم بالتنسيق مع عدة قطاعات ومؤسسات ومع أيضا جمعية مشعل الشهيد الوطنية أن ننظم هذا اليوم الدراسي والتحسيسي الذي حمل عنوان السياحة في خدمة الذاكرة الوطنية. من بين المعاني والتجليات والدلالات التي تنطوي تحت هذا العنوان هو محاولة ترويج للسياحة الوطنية، ولكن خاصة الترويج والتعريف بالسياحة المحلية. وهذا يبرز أهمية الذاكرة الوطنية وحتى التاريخ المحلي لترويج للسياحة الداخلية، خاصة أنه كانت هذه الفرصة لإشراك جميع الفاعلين والمتعاملين من قطاع السياحة لإثراء المعالم التاريخية وإدخالها ضمن المسارات والمواقع السياحية لترويجها والتسويق مستقبلا لهذه المسارات. هذه الندوات التاريخية التي تعنى بالتاريخ والمناطق السياحية والتاريخية البلدية جاءت لتعريف الجمعيات المحلية وجمعيات المجتمع المدني عن موروث تاريخي لولاية المدية والمناطق السياحة، خاصة فيما يتعلق بالمجال السياحي، وأن المدية ولاية رابعة ولاية تطري معروفة بالمناطق التاريخية، منطقة كيف الأخضر، منطقة تمزقيدة، منطقة العميرية اللي قدمت العديد من الشهداء. هذه كجمعيات مجتمع مدني دورنا للتحسيس والتوعية والتعريف بالمناطق التاريخية لولاية المدية.